السلام عليكم. في سؤال بيقول: عندي سؤال مهم واتمنى الرد لو انا معايا مؤهل متوسط ومش معايا بكالوريوس، وعايز اخد كورسات على كورسير، هل ينفع اشتغل بيها ولا لازم بكالوريوس قبل الكورسات؟ في الوقت الحالي ما بقاش شرط الموضوع البكالوريوس، يعني في شركات كتيره ومنها شركات زي جوجل ومايكروسوفت، وفي شركات كتيره متوسطه وصغيره بيقول لك لا مش شرط ان انت تكون واخد بكالوريوس، المهم ان انت تكون بتعرف تأدي الشغل اللي انا عايزه، مش مهم الشهاده، ممكن يكون واحد مع احترام للجميع، بس انا بتكلم على اللي شفته لما اتكلمت مع مدراء الشركات والاتش ار والحاجات ديت، ممكن يكون معاه حد دكتوراه في التخصص دوت، لكن هو خبرته العمليه مش هتفيد الشركه، يعني هو راجل مثلا فاهم كويس جدا في النظري، لكن حتى الان مثلا في التكنيكال مش هيفيدنا، ممكن يكون واحد تاني مع مثلا شهاده معينه او معاه بكالوريوس او ماجستير، لكن هو شغال بيدي بقى 10 سنين في الحاجه، ففاهم المصطلحات وفاهم الشغل ماشي ازاي، بس ده مش معناه ان انت تشتغل دكتور او تشتغل مهندس، انت ممكن تركز على تركات معينة بيكون فيها امكانية ان انت تشتغل بدون شهادة، زي مثلا الجرافيكس، البرمجة. انت لو دخلت على كورسيرا هتلاقي في حاجات كتيرة جدا مطلوبة في السوق، انت تبدأ تشوف ايه اللي مطلوب والالعاب بتاعها كويس، وابدا بقى افكر ازاي ان انا اتعلم الحاجه ديت، تمام؟ سواء لقيت العلم ده على اليوتيوب، لقيته على كورسيرا، لقيته يمين، لقيته شمال، تمام؟ يعني المهم ان انت تحصل العلم دوت وتاخد فيه خبره وتبدا ان انت تتعلمه. طبعا زي ما قلنا استثناء ان انت تبقى دكتور او مهندس، أو في بعض المهن كده لا لازم تكون انت واخد الشهاده، والا لو اشتغلتها ممكن تقع تحت طائله القانون، ماشي؟ هنتكلم في الحاجات اللي هي الحاجات اللي في إمكانية إن حد معهوش شهادة، مش بيشترط الشهادة، يعني تروح الشركة يقول لك أنا عايزك بس تكون بتعرف تصمم مواقع، بتعرف تصمم جرافيكس، بتعرف تعمل برمجة، تمام؟ فدي ما فيهاش أي مشكلة خالص وما فيهاش حاجة، مجرد إن أنت تتعلم، حتى لو اتعلمت من على اليوتيوب، حتى لو اتعلمت من أي حتة، مش بيشترط عليك حتى إن أنت تاخد شهادة من كورسيرا، المهم ان انا لما اديك التاسكيه تعملها وتكون بقى خدت الخبره، يعني حاول تاخد خبره ان انت حتى ممكن تعمل مثلا لو بتكلم تصمم موقع، صمم موقع كتير حتى لو لاصحابك مثلا، حتى لو بتنافس، المهم ان انت تعمل موقع ممتاز، لما تروح تقول له طب خش زور المواقع دي شهادتك ان انت عملت مثلا 5 6 مواقع ممتازين، فهو ساعتها يقول لك خلاص توكل على الله. اتمنى تكون الاجابه كويسة، ولو حد عنده إجابة أفضل يا ريت تكتبها في الكومنتات عشان نفيد بعض إن شاء الله.